السلام عليكم، انا الدكتور خالد عماره، استاذ جراحه العظام في طب عين شمس، وده الجزء الثاني من المحاضره بتاعه الايفيدنس بيزد ميديسن او الطب المبني على الدليل. في ناس بتسالني بتقول لي طب انا شفت اعلان عن مفصل او عن دواء في مجله علميه محترمه، والاعلان دوت بيقول ان الدواء ده نسبه نجاحه كذا، فهل ده يعتبر ايفيدنس بيزد ميديسن او طب مبني على الدليل؟ لا، الاعلانات مدفوعه الاجر ديت لا تعتبر طب مبني على الدليل، ودي جزئيه لازم نبقى واخدين بالنا منها. يعني حتى البحث اللي انا موريه لكم دوت ده يعني منشور في 2014 عندنا في الانترناشنال اورثوبيدكس اللي هي الجريده بتاع جمعيه جراحه العظام الدوليه، بتقول لك ان 22% بس من المعلومات اللي في الاعلانات الطبيه اللي في جورنالز محترمه 22% بس هو اللي علم، الباقي كله دجل او غير حقيقي او مجرد مبالغات. فبالتالي اي شيء مدفوع الاجر ده لازم تتشكك في مصداقيته. انا مش بقول انه كذب ولا بقول لك انه صدق، انما انا بقول لك ان تتشكك فيه ولازم تفكر فيه، وده برضو يندرج تحته الابحاث اللي مصروف عليها من شركات، سواء شركات دواء او من حكومات او من منظمات، لان بيبقى في الحاله ديت البحث بيبقى هدفه اثبات وجهه نظر اللي بيدفع الفلوس، حتى لو الباحث امين، لكن هو في الاخر بيبقى عليه ضغط بصوره او باخرى. ويا ما سمعنا عن حاجات ابحاث سواء النتائج بتاعتها اتغيرت او اتقدمت بصوره غير دقيقه، وطلع في الاخر ان ده لان اللي بيدفع الفلوس، الشركه اللي بتدفع الفلوس او الشركه اللي بتصرف على البحث بيتغير في النتائج. وعشان كده المفروض دلوقتي في اي مؤتمر علمي في اي مكان في حاجه اسمها conflict of interest، ان انت بتقول لو انت خدت اي حاجه من شركه لها علاقه بالطب لازم تقول والله انا كذا كذا كذا، انا خدت الهديه الفلانيه، سفروني في المكان الفلاني، ادوني فلوس كذا عشان اصرف بيها على البحث ده. اي حاجه لازم يبقى في موضوع الديسكلوجر دوت او الكونفليكت اوف انترست. تمام. طب هو واحد يقول لي طب انا شغال في مستشفى صغيره بعيده، هو انا يعني برضو لازم اعمل بحث؟ البحث ده بتاع الاساتذه اللي في الجامعه والناس اللي زيكم يعني. لا، اي طبيب وظيفته ثلاث حاجات: يعالج مرضى ويعلم ويعمل بحث. دي وظيفه الكل. تعالج مرضى، لازم تعالج مرضى. نمره اتنين ان انت تعلم، سواء تعلم زميلك اللي اصغر منك، تعلم الممرضه، تعلم العامل، تعلم المريض، يبقى لازم بتعلم الناس اللي حواليك. نمره تلاته انك تعمل بحث علمي عشان تشوف التطور ايه وتبقى جزء فاعل، تبقى منتج للعلم مش بس مستهلك للعلم. وزي ما قلنا دوت الجزئيه بتاعت ان انت تبقى بتعمل بحث ده هتلاقي انه بيتحول لك بعد كده لفلوس، بيتحول لك بعد كده لفايده شخصيه، لفايده ماديه، ان انت ما بتبني لنفسك سيره ذاتيه قويه ومحترمه، انت بتتحول بعد كده لدكتور كويس، مش بس دكتور شاطر، لا دكتور شاطر وفي نفس الوقت مطلوب. فبالتالي ده مطلوب منك، مش حاجه رفاهيه ان انت تعمل بحث علمي. اي حد فينا عشان يعالج لازم يشخص صح ويحط خطه علاج صح ويطبق خطه العلاج. فبالتالي التشخيص لوحده مش كافي، ولا ان انت تحط خطه علاج لوحدها كافيه، ولا ان انا ابقى بعرف اعمل عمليه من غير ما ابقى عارف اساسا انا اشخص هينفع. ما انا ممكن ابقى بعمل عمليه كويس لكن ما بعرفش اشخص المريض، فهعمل العمليه الصح للمريض الغلط وبالتالي ينتج عنها فشل العلاج. تمام. طيب ايه هي مستويات ال evidence based medicine او الطب المبني على الدليل؟ اقل حاجه خالص، اقل حاجه في البحث اللي هو ان فيترو، يعني ان احنا جبنا دواء حطنا مثلا جبنا مضاد حيوي حطيناه على بكتيريا في المعمل في طبق اللي هو بيتري ديش او في انبوبه وشفنا تاثيره على البكتيريا دي، فقلنا الله خلاص ده موتها. ده اقل حاجه. ليه؟ لان انا ما اعرفش هو معنى انه موتها ده هل معنى كده انه موتها، طب لو في هل هو امن ولا لا؟ ما نعرفش. هل تاثيره في المعمل زي تاثيره في جسم حي ولا لا؟ ما نعرفش. فبالتالي اقل حاجه هو زي ما قلنا اللي هو ان فيترو او التجربه المعمليه.
اللي اعلى منها اللي هي ان انا اجربه على حيوانات، ان انت بتجربه على فئران او حيوانات تجارب. اعلى منها حاجه اسمها اكسبرت اوبينيون. اكسبرت اوبينيون يعني ايه؟ يعني ان انا راجل خبير في مجالي، وبعدين مع بعض ماشيين بنشوف حاله، فقلت لكم والله لا ما تعملولوش عمليه. ايه دليل حضرتك؟ انا لا انا رايي ان ما تعملوش عمليه. ده مجرد اكسبرت اوبينيون، انما ده ملوش اي مرجعيه قويه ترفع من الفاعليه بتاعته. الاعلى منه بقى حاجه اسمها كيس ريبورت. كيس ريبورت دوت اللي هو بتستعمل في الحالات اللي هي بتبقى حالات نادره او علاج جديد او اختراع جديد. يعني اكتشفت دواء جديد او طريقه جراحه جديده وشايف ان الطريقه دي كويسه، عملتها على 3 او 4 عيانين، تابعت العيانين دول كويس، عملت دوكيومنتيشن وسجلت كل المتابعه بدقه شديده، وطلعت للمجتمع الطبي قلت لهم يا جماعه ده في طريقه جراحه جديده ممكن نعالج بيها الكسر دوت، وجابت معايا نتيجه كويسه في الثلاث او الاربع حالات دول. دي اسمها كيس ريبورت، او ان حاله نادره اقول لكم الحقوا يا جماعه ده في حاله نادره جدا شفتها كذا 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 كذا. وبرده لازم يتعمل دوكيومنتيشن، لازم يبقى في تسجيل دقيق للحاله، مش اللي هو بحكي كده قصه من غير ادله. الاعلى من الكيس ريبورت كيس سيريس، ان انا بقى العمليه الجديده دي مثلا اعملها على 50 عيان او 100 عيان، وبعدين اقول لكم والله يا جماعه انا عملت العمليه دي على 50 عيان او ال 100 عيان، ولقيت ان كذا في المية منهم خفوا، وكذا في المية منهم ما خفوش، وكذا في المية حصل لهم مضاعفات، وكذا في المية ما حصل لهمش مضاعفات. اللي اعلى من كده حاجه اسمها كيس كنترول ستادي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بتقول لي ان انا عملت العمليه ل 50 او 100 عيان، لا انا هقول لك بص بقى احنا هنعمل العمليه الجديده بتاعتك على 50 عيان، والعمليه القديمه اللي كل المجتمع الطبي بيعملها على 50 عيان تاني، اللي هو بتقارن الطريقه بتاعتك بالستاندرد اوف كير او الطريقه الجديده او الطريقه او الطريقه المعترف بيها مثلا او الدواء المعترف بيه، بحيث انك في الاخر بتقول لي والله في المجموعه ديت نسبه النجاح كذا في الميه، وفي المجموعه ديت نسبه النجاح كذا في الميه، يبقى انا بالتالي اقدر اطلع منها ان اقول اه ده احسن او اوحش من الطريقه الثانيه. ده اللي هو كيس كنترول ستادي. لكن المشكله هنا اهو ان ممكن يقول لك طب انت دلوقتي بتقارن المجموعه دي والمجموعه ديت، طب مش يمكن المجموعه دي سنهم كان اصغر من دول فبالتالي نسبه النجاح كانت احسن؟ طب نخلي السن زي بعض. يقول لك طب مش يمكن دول ساكنين في حته غير الحته ديت، فدول مثلا بيتعرضوا للشمس اكتر من التانيين، او دول بياكلوا كويس احسن من التانيين. بتلاقي ان في عوامل كتير متداخله، ممكن مهما حاولنا نلغيها هتلاقي ان لا زال في عوامل تخلينا نشك ان يمكن يبقى في عوامل خارجه عن ارادتنا لعبت دور في الـ في الـ في النتائج. فبالتالي في حاجه اسمها كوهارت ستادي. كوهارت ستادي يعني ايه؟ يعني بتقارن المريض بنفسه. ازاي بنفسه؟ طبعا دي ما ينفعش تطبع على كل الحاجات، لكن مثلا واحد مثلا اصيب عنده قطع في الرباط الصليبي، فهو قبل قطع الرباط الصليبي كان بيلعب بطريقه معينه وبيجري مسافه كذا وما بيحسش بألم في ركبته وله مستوى معين من الحركه والنشاط. عملت له عمليه الرباط الصليبي، بقارن المريض بعد ما عملت له العمليه بنفسه، بشوف انا رجعته لمستوى كام في الميه من مستواه الاصلي. وبالتالي هنا مفيش حد يجي يقول لي اصل المريض دوت يمكن كان بيتعرض للشمس اكتر من قبل كده، لان هو نفس المريض. يمكن الراجل كان راجل وبقى ست، لا هو نفس المريض. يمكن كان صغير وبقى كبير، لا هو نفس. فبالتالي انت وحدت المريض بس بتقارنه بنفسه في مرحلة لاحقة او مرحلة سابقة. الاعلى بقى من كده حاجة اسمها randomized control double blinded studies. يعني ايه؟ يعني ببساطة انا اخترعت عملية، فانا حابب ان العملية دي نتيجتها تبقى كويس، وحابب اقول للناس يا جماعة العملية دي نسبة نجاحها عالية، فممكن حتى لو انا امين ان انا ابقى ميال اني اختار الحالات السهله للعمليه الكويسه بتاعتي والحالات الصعبه للطريقه الثانيه. فقال لك احنا لازم نعمل بلايندنج، يعني الباحث ما يبقاش عارف اني عيان اللي هيتعامل بطريقه الف واني عيان هيتعالج بطريقه ب. ومش بس الباحث، الدكتور اللي بيعمل، بحيث مثلا يبقى الدكتور عنده علبه مكتوب عليها دواء الف وعلبه مكتوب عليها دواء ب، هو مش عارف دواء الف ده فيه ايه ولا دواء ب ده فيه ايه. بيجي له المريض بالصدفه، بحيث ان مثلا معروف مثلا ان المرضى اللي هيجوا ايام الاحد والاثنين
والتلات هياخدوا الدواء الف، واللي هييجوا اربع وخميس وجمعه هياخدوا الدواء ب مثلا، او ان حسب رقم الدخول في التذكره في العياده، الارقام الزوجي غير الارقام الفردي، او بطريقه الصدفه، في طرق كتيره لحاجه اسمها الراندمايزيشن. انما في الاخر المفروض ان اعلى حاجه لا الدكتور ولا المريض ولا الباحث يعرف الدواء ده ايه والدواء ده ايه، لغايه ما البحث خالص يخلص، بعد كده واحد معاه المفتاح يقول لهم يا جماعه ده دواء الف ده كذا، ودواء ب ده كذا. طبعا دوت ينفع على حاجات معينه، لكن مش كل حاجه ينفع فيها الطريقه دي. يعني ما ينفعش مثلا واحد هيعمل جراحه يبقى الجراح مش عارف هو هيعمل جراحه ايه، او يبقى المريض مش عارف ايه الجراحه اللي هتعمل له مثلا يعني. فبالتالي مش كل حاجه تبقى يتقال عليها ان ممكن نعمل لها راندمايزيشن. اعلى بقى حاجه خالص في الهرم دوت اللي هو حاجه اسمها سيستماتيك ريفيو او ميتا اناليسيس. ايه هو سيستماتيك ريفيو او الميتا اناليسيس؟ ان واحد يقول لك طب انا دلوقتي في اتعمل ابحاث 6 أو 10 أبحاث عن مجال مثلا معين عن كسر الكعب، فانا هجمع كل الابحاث ديت واشوف كل المعلومات اللي فيها واجمعها في جداول واعمل لها احصاء كلها على بعضيها من اول وجديد، فده اسمه ميتا اناليسيس. او ان سيستماتيك ريفيو ان اقول له انا هراجع كل الابحاث ديت واقول لك والله العلم وصل لايه في المجال ده، تمام؟ وبالتالي الايفيدنس بيزد ميديسن مبني على اتحاد من 3 حاجات: بيست افيلبل كلينيكال ايفيدنس اللي احنا شفناه في الهرم دوت، نشوف ايه اعلى ايفيدنس موجود عشان يجاوبني على السؤال بتاعي. نمره 2 خبره الطبيب كلينيكال اكسبيرينس، يعني مثلا واحد في مستشفى صغيره يبقى بيشوف الحاجات اللي تناسب مستشفته، انما ما يحاولش يعمل حاجه اعلى من قدرات المكان اللي هو فيه او من قدراته. نمره 3 احتياجات المريض، افرض ان المريض مش عايز العلاج ده، فده من حقه، انت وظيفتك النصح والارشاد، لان هو المثلث ده لازم يكمل اللي هو البحث مع قدرات الطبيب مع احتياجات المريض. انما ما فيش حاجه اسمها ان اصل المريض ده حمار فاحنا غصب عنه لازم نعالجه بالطريقه الجديده لان هي دي الطريقه اللي البحث العلمي قال عليها. لا، انت وظيفتك النصح والارشاد، والقاعده في الطب بتقول دونت بلاي جاد، ما تعملش نفسك ربنا، ما تحاولش تاخد للمريض قرار، انت المفروض تدي المريض النصح بايه هي الحاجات. طب ايه بقى الخطوات بتاعت الايفيدنس بيز ميديسن؟ في 5 خطوات. اول خطوه اسكينج، زي ما قلنا في الاول في الجزء الاولاني في المقدمه، اسكينج ان احنا بنسال سؤال محوري، احنا بنواجهنا مشكله وعايزين نعرف اجابتها، فبحول المشكله دي لسؤال واضح عشان اعرف ادور له على اجابه. نمره 2 اكسسنج، ان انا ادور على اجابه السؤال دوت. نمره 3 ابريزنج، ان انا ارتب الاجابات اللي انا لقيتها بحيث اشوف انهي فيها اعلى في الليفل اوف ايفيدنس. نمره 4 ابلاينج، ان انا بشوف اعلى ايفيدنس مناسب للمريض ومناسب لقدراتي واطبقه على المريض دوت. نمره 5 اسيسنج، ان انا اقيم نتائج التطبيق اللي انا عملته ده. اسكينج اللي هو السؤال الاولاني تحاول تحط فيها اللي هي جزئيه حاجه اسمها بيكو، بي اي سي او، ان اول حاجه البوبيليشن او البيشنت، يعني مثلا مريض سكر. نمره 2 انترفنشن، مثلا المريض السكر ده هنديله علاج معين. سي كومباريزون، اللي هو هقارنه بالناس اللي ما عندها اللي ما بتاخدش العلاج ده. او اوتكم، النتيجه ايه؟ فانا بالتالي بحاول ان السؤال بتاعي يبقى فعلا سؤال سبيسيفيك، سؤال واضح، بحيث اني اقدر اعمل له طريقه للاجابه، ما يبقاش سؤال عايم اللي هو مثلا ايه؟ هو مرضى السكر دول بيخفوا ولا لا؟ ايوه يعني ايه بيخفوا ولا لا؟ انت لازم تقول لي بيخفوا بعلاج ايه؟ واني نوع من مرض السكر؟ وباني ظروف؟ بحيث تحدد زي ما قلنا المرضى، نوع المرضى، والانترفنشن او الاكسبوجر، والكومباريزون المقارنه، والنتائج. طبعا هندور على الاجابه، التدوير على الاجابه في اماكن كتيره، يعني دلوقتي مشكلتنا مش نقص المعلومات، مشكلتنا ان عندنا معلومات يمكن اكتر مما نحتاج، وعشان كده احنا محتاجين مصفى ننقي ايه هي المعلومات الكويسه وايه المعلومات الغثه اللي ما تستاهلش ان احنا نضيع فيها وقتنا. في عندك على الانترنت حاجه مثلا زي جوجل سكولر، في اب تو ديت دوت كوم، في كوكرين،
دي ميزتها انها كويسه، بيبقى عليها حاجات ايفيدنس بيزد قويه، لكن المعلومات اللي عليها قليله شويه. في دار دي اي ار اي، في عندك اوفيد ده ميزته ان هو بيديك البحث كامل، في عندك باب ميد ده ميزته ان هو واسع جدا بس بيديك ابستراكت او يديك خلاصه البحث، لكن في جزء منه ممكن يديك البحث كامل على بعضيه. فبالتالي انت عندك كم من المصادر المعلوماتيه كتيره جدا، ده غير المكتبه وغير الجورنالز و ففي عندنا نوعين، في حاجه اسمها جنرال نوليدج وحاجه اسمها سبيسيفيك نوليدج. يعني مثلا جنرال نوليدج دي اللي بنلاقيها في الكتب، اللي هي زي ايه؟ واحد عايز يعرف معلومات عن الروماتويد ارثرايتس، الروماتويد ارثرايتس، فبالتالي بيروح يجيب الكتاب المرجع يشوف ايه هو الروماتويد ارثرايتس. لكن واحد عايز يعرف تاثير الاسبرين على مرضى الروماتويد اللي اتكسروا في الفخذ مثلا، يبقى ده سبيسيفيك نوليدج، ده اللي بيدور على بحث معين تناول هذا السؤال المحوري وتعامل معاه. فبالتالي الجنرال نوليدج او الباك جراوند نوليدج ديت اللي هي من المراجع، ودي عاده بتبقى الاساس. لكن الحاجات الفور جراوند اللي هي بقى المتطوره ديت اللي بتلاقيها في الابحاث اللي هي منشوره قريب. بعد كده قلنا، بعد قلنا الاسكينج، وقلنا بعد الاسكينج ان احنا نبقى نشوف الكويشن يبقى ايه بالظبط. اللي بعديها هتبقى الابريزنج. ابريزنج يعني ايه؟ يعني ان انا هشوف الليفل اوف ايفيدنس. انا هوقف هنا بحيث ان احنا الجزء الثالث هنكمل فيه اللي هي بقيه الخمس خطوات بتوع الايفيدنس بيزد تيست.